بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عمرو مختار، معلم العلوم بمدارس العبير الأهلية، ومع الفصل السابع، وهو الفصل الأول من فصول الوحدة الرابعة. تتكون الوحدة الرابعة من الفصل السابع والفصل الثامن. سندرس أولا الفصل السابع، وهذا الفصل يتحدث عن الأجرام السماوية، وهذه الأجرام السماوية هي الأقمار والنجوم والكواكب، وجميع هذه الأجرام السماوية في حالة حركة مستمرة إلى أن يشاء الله. ويتحدث هذا الفصل عن عظمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. هذه الآيات تتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وعن الشمس وعن القمر، وكيف أن هذه الأجرام السماوية في حالة حركة مستمرة. نحن جميعا نعيش على كوكب الأرض، ونلاحظ أنه في أثناء اليوم الواحد يتعاقب الليل والنهار، فكيف تحدث هذه الظاهرة؟ وهذا ما سندرسه في الدرس الأول، وهو بعنوان الليل والنهار. نسأل سؤالا: لماذا تصير السماء مظلمة في الليل؟ الجواب: لأن الشمس تغيب في الليل ولا تظهر في السماء. نقوم بإجراء تجربة بسيطة، وهي أن نحضر مصدرا للضوء، كشاف مثلا، وطالبين، طالب يمسك الكشاف بيديه والطالب الآخر يدور حول نفسه. نلاحظ أن الجزء المواجه للكشاف يكون مضيئا، والجزء الآخر يكون مظلما. وعندما يدور الطالب حول نفسه، فإن الجزء المضيء يصير مظلما، والجزء المضيء الجزء المظلم يصير مضيئا. هذا النموذج يمثل دوران الأرض حول نفسها. الطالب الذي يدور حول نفسه يمثل الأرض، والطالب الآخر الذي يمسك بالكشاف، الكشاف يمثل الشمس. ما سبب حدوث الليل والنهار؟ نعلم جميعا أن الأرض كوكب، وأن الأرض تدور حول نفسها باستمرار، ويعرف هذا بالحركة الدورانية للأرض. إننا لا نشعر بذلك، لا نشعر بهذه الحركة، ولكن هذه الحركة تحدث دائما، حتى في هذه اللحظة وفي جميع الأوقات، ليلا ونهارا. تدور الأرض حول نفسها باستمرار، والجزء المواجه للشمس في أثناء دوران الأرض حول نفسها يكون مضيئا، لذا يكون هذا الجزء نهارا، والجزء الآخر البعيد عن ضوء الشمس يكون مظلما، لذلك يكون هذا الجزء ليلا. وعندما تدور الأرض حول نفسها يصبح الجزء المضيء مظلما، ويصبح الجزء المظلم مضيئا، لذلك يتعاقب دائما الليل والنهار كل يوم. الأرض تدور حول نفسها، هذا يدور الأرض حول نفسها أو حول محورها. ما هو المحور؟ المحور هو خط وهمي يمر بمركز الأرض من الشمال إلى الجنوب. ما المدة الزمنية التي تستغرق هذه الحركة وهي دوران الأرض حول نفسها؟ تدور الأرض حول نفسها كل يوم، اليوم يساوي 24 ساعة. الأرض تدور حول نفسها باستمرار دورة كل يوم، اليوم يساوي 24 ساعة، لذلك في اليوم الواحد يتعاقب الليل والنهار. والليل والنهار آيتين من آيات الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. لماذا نرى ضوء الشمس خلال النهار فقط؟ لأن في هذا الوقت يكون هذا الجزء مواجه للشمس، لذلك يكون مضيئا أي نهارا.
طب في أثناء الوقت الذي يكون فيه نهارا يكون في مكان آخر يكون ليلا. لماذا تبدو الشمس وكأنها تتحرك؟ الأرض تدور حول الشمس، وعندما ننظر إلى السماء يبدو لنا كأن الشمس هي التي تتحرك في السماء، وهذا ما يفسر لنا تغير الظل في أثناء اليوم. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ماذا نستفيد من الليل والنهار؟ نستفيد من الليل والنهار في معرفة أوقات الصلاة، ونستفيد من الليل والنهار في معرفة أوقات الصيام والإفطار. تقويم الدرس: السؤال الأول، فيما يختلف الليل عن النهار؟ الليل يكون مظلما والنهار يكون مضيئا. السؤال الثاني، كيف يسبب دوران الأرض تعاقب الليل والنهار؟ دوران الأرض حول نفسها الذي يحدث كل يوم 24 ساعة. الجواب، يكون النهار في جانب الأرض الذي يواجه الشمس، بينما يكون الليل في الجانب الآخر من الأرض الذي يكون بعيدا عن ضوء الشمس. وإلى هنا ينتهي الدرس الأول من الفصل السابع، ومع الدرس الثاني من الفصل السابع بعنوان سبب حدوث الفصول. ننظر إلى هذه الصورة الموجودة أمامنا. إلى أي فصول السنة تشير الصورة؟ كما درسنا قبل ذلك أن عدد فصول السنة 4. ما هو الفصل الذي تتساقط فيه أوراق الأشجار كما نلاحظ في الصورة؟ هذا الفصل يسمى فصل الخريف، والدليل على ذلك هو تغير لون أوراق الأشجار إلى اللون الأصفر وتساقطها. ما هي فصول السنة؟ فصول السنة، عدد فصول السنة 4 فصول. ما هي هذه الفصول الأربعة؟ أولا فصل الخريف، ثانيا فصل الشتاء، ثالثا فصل الربيع، رابعا فصل الصيف. كل فصل من هذه الفصول له طقس مختلف. ففي الخريف يتغير لون أوراق الأشجار، تتحول أوراق الأشجار للون الأصفر بدلا من اللون الأخضر، ويميل الهواء إلى البرودة، الجو يكون مائلا إلى البرودة. ثم بعد فصل الخريف يأتي فصل الشتاء، وهو أكثر الفصول برودة، يكون الجو باردا جدا وتتساقط الأمطار، وأحيانا في بعض المناطق يتساقط الثلوج، ويصبح النهار أقصر من الليل. لذلك في فصل الشتاء نرتدي الملابس الثقيلة. لماذا نرتدي ملابس ثقيلة في الشتاء؟ لأن الجو بارد. أما الحيوانات لكي تحافظ على أجسامها فإنها تهاجر إلى مناطق أخرى تكون دافئة، وبعض الحيوانات مثل الثعابين يدخل جحوره هربا من الجو البارد. الفصل الثالث من فصول السنة هو فصل الربيع، وفي هذا الفصل يصبح الجو معتدلا، وتبدأ الأزهار تتفتح، وتخرج الحيوانات من جحورها. الفصل الرابع من فصول السنة هو فصل الصيف، وهو أكثر فصول السنة ارتفاعا في درجة الحرارة، وفي هذا الفصل يصبح النهار أطول من الليل، وفي هذا الفصل يكون الجو حارا، لذلك نشرب المشروبات الباردة. نسأل سؤالا، ما هي فصول السنة الأربعة؟ الجواب، أولا فصل الخريف، ثانيا فصل الشتاء، ثالثا فصل الربيع، رابعا فصل الصيف. فيما يختلف فصل الصيف عن فصل الشتاء؟ اختلافين. الاختلاف الأول أنه في فصل الصيف يكون الجو حارا، أما في فصل الشتاء يكون الجو باردا وتتساقط الأمطار والثلوج.
الاختلاف الثاني أنه في فصل الصيف يكون الليل أقصر من النهار، أي أن النهار أطول من الليل. أما في فصل الشتاء يكون الليل أطول من النهار، أي أن النهار أقصر من الليل. ما سبب حدوث الفصول السنة الأربعة؟ نعلم جميعا أن الأرض تدور حول نفسها، تدور حول نفسها كل يوم، واليوم يساوي 24 ساعة. وكما أن الأرض تدور حول نفسها أو حول محورها، فإنها أيضا تدور حول الشمس، تحتاج الأرض إلى عام كامل أو سنة لتكمل دورة واحدة حول الشمس. ما هو العام؟ العام يساوي 12 شهرا، والعام يساوي السنة. السنة أو العام 12 شهرا، والعام أو السنة 365 يوما. ما هي مدار الأرض؟ تحتاج الأرض إلى سنة كاملة لتكمل دورة واحدة حول الشمس. تحتاج الأرض إلى 12 شهرا لتكمل دورة واحدة حول الشمس، أي تحتاج إلى 365 يوما تقريبا. وتعاقب الليل والنهار سببه دوران الأرض حول محورها كل يوم، كل 24 ساعة. أما فصول السنة الأربعة فإنها تنتج من دوران الأرض حول الشمس الذي يحدث مرة كل عام 365 يوما. ما سبب حدوث الفصول ميلان محور الأرض في أثناء دورانها حول الشمس؟ ماذا يحدث على الأرض خلال دورة كاملة حول الشمس؟ يحدث فصول السنة الأربعة بسبب ميلان الأرض، فالجزء المائل في اتجاه الشمس يكون دافئا، ويكون الجزء المائل بعيدا عن الشمس يكون باردا. فيما يتشابه أفكر وأتحدث وأكتب. فيما يتشابه الطقس في فصلي الشتاء والربيع، وما أوجه الاختلاف؟ يتشابه الطقس في فصل الشتاء والربيع من حيث شدة الهواء والرياح. أما أوجه الاختلاف، أن الجو في الشتاء يكون باردا، أما في الربيع يكون الجو معتدلا. ما سبب حدوث الصيف والشتاء؟ الجواب ميلان الأرض في أثناء دورانها حول الشمس يسبب تغير الفصول، ففي الصيف تميل أجزاء من الأرض نحو الشمس، أما في فصل الشتاء فتميل أجزاء من الشمس بعيدا من الشتاء بعيدا عن الشمس. وإلى هنا ينتهي الفصل السابع، ومع مراجعة الفصل والمهارات الأساسية، أكمل كل من الجمل الآتية باستخدام الكلمة المناسبة. أولا، تدور الأرض حول خط وهمي يسمى نقط. الجواب المحور. ثانيا، يتعاقب الليل والنهار بسبب نقط. الجواب بسبب الحركة الدورانية للأرض، والتي تحدث كل 24 ساعة. ثالثا، المسار الذي تتبعه الأرض في دورانها حول الشمس يسمى نقط. الجواب يسمى هذا المسار مدار الأرض. وإلى هنا ينتهي الفصل السابع، على أمل اللقاء بكم في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.